كيف الناس كانوا عندي الاماراتي فضل المزرعي رانا عاد مهم هذا البلاد اللي داز مازال ما كملناها على حسب الوقت كعرف كل مره شنو كيكون في الراي شنو نقول لك في الراي في المغرب احنا قلال في بالنسبه كنهضرك على لي راي من ماروك احنا قلال كل واحد هو كل واحد من اللي كيما نقول احنا البركه ديالو السؤال الاول ديال المبادره ديال السوشيال ماشي اول مره كنديرها كنعرف اخر مره كنا في كازا حتى هي في كاشا هي زعما مبادره زوينه وكد حتى داك السوشيال كيتخف عليهم وقصيت المره اخر مره كانوا القصيرين الوغ ما كانش كاع الفنانين قوي كيكثروا هاد المبادرات هادو باش شي حاجه بالصوره حتى سجين راه ملي كيكون ملي كيدخل عندو بحال كيدير مع الحال كيقول لك اودي غير نخرج تاني وبعدين نبقى ندير هنايا بالنسبه لاغنيه ديال بلقيس اغنيه ديال بلقيس هي كلشي كيما كيعرف الحال تقريبا هي ديالي وماكنتش انا باغي نحيدها كان شويه الطنز كيما نقولو حنايا وانا نحيدها وانا رجعتها البارح دابا هاد القضية ديال بلقيس غادي نشرحها لكم باش كلشي يعرف شنو كاين القضية ديال بلقيس اسيدي انا في الاول كنت اتصلت انا شخصيا اتصلت بشي ناس اللي كانوا قران كيما نقولوا حنايا حتى واحد ما بحال اللي كاين واحد شويه ديال الاحتقار بالضبط كاين واحد شويه ديال الاحتقار من بعد الشركه اللي انا معاها الشركه اللي هي قنوات انا سينما ما بغيت دير حتى شي حاجه الأغنية وأنا كنعطيهم كيقول لهم كيقول لك لا ما كتشافش هذه الشركة ديالي جبنا واحد الملحن اللي هو طارق فايستار جبنا الألحان خرجنا من داكشي ديال السورفيج عطينا لهم لي نوت فين كاينين فين كاينين اللي في يوتيوب كيعترف بواحد 3 سيكون حنا عندنا أكثر من 3 سيكون عطيناها لهم من بعد الشركة ديال الشبكة اتصلت بيا ولو كيتصل بيا بعد كيعطوني الأوامر واحد كيأمرني شوف عطينا لوليا ديال الأغنية ومع مدويتي كعرف انا اختي راه وجدي كنخدم هذيك الوجديه مرة ديالي كنهضر فيهم كاملين من بعد داكشي انا بهاد المناسبه شركه ديال القنوات لغيت العقد ديالي معهم على هادشي حيت لما كانش غادي واحد السيف معكم ما يدافعش عليك ما عندك ما دير به عاد اتصلت بواحد الصديق ديالي اللي هو على هاد العلاقه بهذا بالمناسبه هو واقع في يوتيوب معروف وتخيل لي شهر واحد 90% تاو ديال المغنيين ديال المغرب بالنسبه لي تشكي لهم الاشهار كيديرهم هو الدري خاطر هو صديق انايا العلاقه كتربطني به الصديق ديالي صار فريمون امي انتيم صيفطني اليوتيوب انا حبسوها من حبسنا كلشي بلا عيط الشبكه تعيط العالم المهم ما نقدرش نقول شكون كاع عيط ولكن واحد جوج تدخل في الخير اللي كانوا قرب ليا وعندنا واحد الشراكه ديال الخدمه هما اللي المهم بالنسبه لي نرجع لهوني كيما ترجع لها وعلى كلشي هادشي هادي كلشي بلي ميساج ديالو داكشي بون سي جامي شي واحد يكتب